أصفار عديدة بحكم العمل تحولت إلى علاقة حب بإفريقيا القارة السمراء، مع رحلة بدأت من ستينات القرن الماضي وما تزال مستمرة إلى يومنا هذا. ذلك هو مسار عائلة بن بحمد التي جسدها البروفيسور والمجاهد الدكتور عبد الكريم المدعو رشيد بن بحمد، وعائلته الصغيرة من الزوجة الراحلة السيدة أمينة والأولاد، استمرت من أيام الدراسة والتدريس. جامعي يعني وخبير في الاقتصاد ومتكون في الإحصاء والرياضيات، يعني عندي نقدر نفهم عدة طرق، ولهذا سهل عليا به ندير بحث اليوم عن 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 التراث الإفريقي. إذا يعني باختصار يعني نقدر، لكن أنا يعني أولا جزائري، مزود بالجزائر، مزود بسطيف، من أبي جاي من قسنطينة أصل شاوي، ومن أمي سطايفية لكن أصلها من عين غزال، زادت في دوار سكرين. دوار سكرين هذا جاء في جبل سكرين يقابل عين غزال. طار الرجل بعائلته لزيارة أغلب دول القارة السمراء من خلال سنوات العمل التي قضاها كمسؤول عن عدة مناصب تخص تطوير الاقتصاد ورسم الاستراتيجيات، وكممثل للبنك الإفريقي برتبة سفير في إفريقيا الوسطى، وقبلها كأستاذ في جامعة الجزائر. من 63 يعني أنا في الحق أنا جاي في إفريقيا، وما زرت البلد الثاني في حتى 63، لكن البلد الثاني، البلد الأول هو بلادي، البلد الثاني هو غانا، البلد الثالث هو ليبيا، وبعد مصر، وبعد إثيوبيا، ومن بعد كينيا، ومن بعد تنزانيا. وقفت في موزمبيق في 1964، ومن بعد نيجيريا وغير ذلك. من هذاك الوقت إلى اليوم هذا زرت، ما زرتش، ما نقولش واش زرت، واش ما زرتش، ما زرتش الصحراء الغربية، ما كانش عندي فرصة بها نشوفها. وثانيا ما شفتش جنوب السودان، هي استقلت، انفصلت من السودان، ما عندهاش كثير. والثالثة هي إريتريا، لأن كانت جزء من إثيوبيا، وخرجت من إثيوبيا وكونت يعني دولة واحدة، ما كانش فرصة بروح لها. لكن الدول الأخرى كلها مشيت ليهم ولو أسبوع، مهنة أو دراسات أو كطالب، كان مشيت ليهم كطالب ولا كباحث. موزمبيق اللي مشيت لها كنت أستاذ ونائب رئيس جامعة الجزائر، مشيت عرضونا لأول في 1982، كونوا هذاك الوقت مؤسسة بحث،
معهد الدراسات الدراسات الإفريقية أظن، وكان رئيس نتاعو زميلي في الثورة الإفريقية في ريفوليسيون أفريقيا. كنت خدام في صغري، كنت طالب خدام في 64 65 في جريدة اسمه ريفوليسيون أفريقيا. والسيد هذا كان هو كان رئيس واحد يعني، عزمنا وشاركت في هذا في المعرض تقريبا حوالي 1000 أشياء ثقافية. لكن في الكراتن كما نقولوا احنا مازال قبل الاستعمار، قبل ما يجي اسمه الاستعمار. الحديد هذه تشوفها من الحديد، وهذا كثير راك تشوف فيهم ثاني من الحديد. الحديد ما كانش موجود في إفريقيا الوسطى، كان موجود كثير نحاس كطنجة، كان موجود كثير، لكن الحديد قليل جدا. يجيبوه أقرب مكان يقدروا يجيبوه منه هو شمال رواندا، وما كانش بزاف، وما هوش حديد يعني كما عندنا احنا حديد يعني يعني في يعني بزاف الحديد فيه، يعني المادة فيها بزاف الحديد. دونك هما كانوا يستعملوا الحديد كما احنا نستعملوا النحاس، ولا نستعملوا الفضة، ولا نستعملوا الذهب. هما هذا هو في إفريقيا الغربية بالعكس، عندهم الحديد، كاين بزاف الحديد، يعني معروف من يعني من بكري، لكن النحاس ما كانش، النحاس يجي من بعيد. ولهذا راك تشوف هذا كلها من النحاس او معادن مخلطة كما البرونزية. كيف راحت هذه؟ اولا في لما جاء الاسلام في افريقيا الغربية، السلطان مالي، ملك مالي راح الحج، دا معاه كمية كبيرة نتاع النحاس وكمية صغيرة نتاع الذهب. منين يعني لما راح وصل لمصر قبل ما يوصل للسعودية، عرف باللي النحاس هذاك ما يسواش، ما سلكو غير الكمية الصغيرة نتاع الذهب اللي دا. من رجع برا ثانية يعني راح دا مع ذهب، أصبح عايش خير من الملوك الأخرى، لأن الذهب كان موجود في مالي بكثرة. دونك من هذاك الوقت بدات لا ديمونيتيزاسيون دو كويفر، راحت عاد ماهيش دراهم. ولما جاء الاستعمار زاد راحت بسهولة. في إفريقيا الوسطى لا، قال حديد حتى نجا الاستعمار، والاستعمار عمل لي كونطوار هذوك يبيع فيهم السلك، ويبيع فيهم المعن وكل شيء من الحديد، فهمت؟ وصل الحديد يعني ما يسواش. دونك هذ الدراهم هذه راحت وجات في بلاصتها النقود الاستعمارية. احنا كنا في أبيجان، كنت شغال في البنك الإفريقي، كنت يعني يوم بعطلة كنت مع الزوجة، وكلمت لي زوجة قالت لي يا عبد الكريم، هذه الأشياء
المتعددة اللي لميناها من كل جهة تاع إفريقيا هي موجودة هنا في الجزائر عن في بيت باباك يعني واش نديروا بها؟ نبيعوها لا أنت لا أنا ماناش تجار وما عندناش هذه الهوية احنا يعني انتليكتويل ما نعرفوش لكن احنا متربين وعشنا في البحث وعشنا في العلم وعشنا في الثقافة فهمني علاه ما نكونوش مؤسسة مؤسسة يعني باه تلعب دور بين إفريقيا والجزائر باه نبينوا للإفريقيين ما هي الجزائر وما هي الثقافة الجزائرية وما هي ودور دور الجزائر في تنمية واستقلال إفريقيا هذا كل شيء حاجة في حاجة. بلاد معينة أولا نروح نشوف المتحف قبل ما نوصل البلاد ندرس التاريخ نتاعها ندرس الثقافة نتاعها نشوف اللغات نشوف كل شيء مش نروح برك يعني كل شيء يعني برنامج أنا نخدم على كل حال نخدم في المالية ونخدم في الاقتصاد ونخدم وعندي مشاريع يعني في الطرق في عدة لكن من يكون عندي الوقت إذا زوجة معايا نروح نشوفوا الأسواق ونروح نشوفوا كل شيء ونختاروا حاجة تمثل الثقافة تاع البلاد لما لميت هذه كل شيء دركت يا لتحت شفت كونا عائلات ثقافية لقينا باللي إفريقيا فيها ثلاث ثقافات الثقافة نتاع الناس اللي كانوا دي باستور يعني اللي كانوا فهمتوا اللي كان اتصلوا بالحروف بالقراءة من زمان طويل هو كل الشمال حتى الإثيوبيا والباقي كامل هذوك اللي يهتموا بالماسك والستاتيوات فهمتي يهتموا بالماسك والستاتيوات وعندهم ثقافة وفلسفة يعني يهتموا بهذاك الأشياء فهمتي ولو مسلمين ولو يعني مهتمين بهذيك الثقافة هذه الثقافة الثانية والثالث الثقافة الثانية هي نتاع مدغاسكار الناس اللي جو من آسيا فهمتي عندهم ثقافة أخرى كنا الوقت هذا كنا 1997 خمس سنوات بعد قبل ما ناخذ التقاعد لان التقاعد نتاعي خديته في 2002 يعني خمس سنوات بدينا نخموا لهذه المؤسسه وبدينا نبنيوا فيها يعني من جهة القانون من جهة البحث من جهة الفن بدينا نخدم بالعقل في آخر التسعينات في نصف التسعينات الزوجة لقينا لها كانسير يعني سرطان لقينا لها سرطان وبقينا من
من 1969 حتى 2019، 20 سنة وإحنا نكافحوا ضد السرطان وانتهى. الله يرحمها، الله يرحمها. 40 يوم، 40 يوم بعد وفاتها بديت نخدم، درت لي ستاتيو، يعني لكل حال ستاتيو سهلين، لأن كاين يعني نموذج نتاع وزارة الداخلية، وبدينا لتحت. العلاقة اللي عندها معنى في إفريقيا بين الشعوب كلها، مهما كان، مهما كانت الديانة تاعهم، مهما كانت الثقافة تاعهم، هي التنمية والاستقلال، هي التنمية والاستقلال. وفي هذا الجزائر عطات، يعني عطت من دمها ومن ولادها. ننزل مع سي عبد الكريم إلى الطابق السفلي من البيت الذي حوله الرجل إلى متحف صغير يضم بين جدرانه مكنونات ثمينة من حيث قيمتها التاريخية والثقافية، تنتسب لكافة دول إفريقيا من جنوبها إلى شمالها ومن شرقها إلى غربها. تفضل عليا. قلت لك هذا السير الرحالة، القبائل الفلانية استعملوا هذا، توبو اللي بين ليبيا وتشاد يستعملوا هذا، يعني القبائل اللي في الصحراء كلهم يستعملوا هذا، خشب خفيف، وكل لوحة جاية وحدها، وفوقهم يعملوا هذا، هاك تشوف يديروا هذا كل شيء. وهذه الزربية هذه اللي عملتها الفوق هي مزابية، على كل حال ماهيش تبع الطريقة، لكن جات مليحة معها. وشوف الكراع نتاعو كيفاه مواسي به العقرب، لا العقرب، لا الحنش، الحنش يقدر يطلع، ما يقدرش يطلع. هذا التمساح هذا، ايه التمساح، من جبتو هذا؟ هذا جبته من نيجيريا. من نيجيريا تكثر هناك بزاف. ايه هذه هاوسة، هذه الخدمة هذه هاوسية، تشوف تحت هذا كاين مطرح، هاك تشوف مطرح صغير، ايه يتمدوا عليه. هذا الكتاب هذا حول ويدان نيل الأجر، لي فالي دو نيجر. نيجر أصيلة هذا أصلة كلمة نيجر هي جاية من نيل الأجر، نيل بالأمازيغية القديمة معناها يعني بحر، يقول لك بحر النيل، يعني مساحة كبيرة تاع الماء. هذه الثقافة تاع مدغشقر اللي تشوفيها هنا هي أصلها آسيوية، من ماليزيا،
مانيا اندونيسيا هذاك النواحي، وكانت يعني رياح تسهل بها يعني تجيب من ماليزيا حتى مدغشقر. تشوف مدغشقر هي هنا راك تشوفيها جاو منا، وبصح يجيو ما ياخذوش يروحوا ما نبقاو هنا. عندهم 4000 نسمه. هذا السكان الاصليين جاو من فوالا سيدي مالي. فوالا ما معنى كلمه مدغشقر؟ مدغشقر هي ملاغاش. مدغشقر هي اسمها بالعربيه الاصيله بلاد الوقواق. بلاد الوقواق. بلاد الوقواق لان فيه يعني طير يجي في مارس هكذاك ليل ونهار هو يوقوق، وعيطوا لها بلاد الوقواق. وهذاك ما نعرف منين يجي، معروف غير في هذيك الجزيره. ويعني العرب يعيطوا لها بلاد الوقواق. الثمانينات 86 هكذاك كنت خدام في مدغشقر، كنت يعني عندي دراسه حول الصناعه، الصناعه بصفه عامه يعني تقليديه وجديده وكل شيء. انا مدغشقر كنت درت في مدغشقر، كنت في واحد الساحه اسمها الجمعة، جايه من كلمه الجمعه، لان الكلمات كلمه الايام هي كلمات عربيه اصيله. الجمعه يعيطوا لها جمعه، السبت يعيطوا لها السبت، نفس الاسم. فوالا اثنين نفس الكلمه، فهمتني. وكنت هكذاك ندور في هذيك الساحه هذيك، وخرجت طرق صغار ونشوف مطعم مكتوب بالفرنسي aujourd'hui couscous français véritable، اليوم كسكس فرنسي اصيل. قلت هذه برك ما تكونش. هذه برك كانت العشرة ونص، درت شويه ومن بعد جيت دخلت. جات واحد المركشيه، بونجور مسيو، aujourd'hui nous avons un véritable couscous français. قلت لها يا مدام لو كوسكوس، مسمبلي سيتي دافريك دو نور. قلت لي بونسيفو سي لي فرونسي كي لو امني ان الجيري، سي لي فرونسي كي لو امني الجيري، بي سي بارتي دالجيري اون تونيزي au Maroc et tout ça, etc. Parce qu'ils ont trouvé que c'était très bon. D'ailleurs, je vous le conseille. Écoutez, madame, je ne m'avais pas convaincu, mais écoutez, je vais appeler le chef. Dart, regarde. Cassie je vais avoir un tweet avec ça. Un tweet بين قبايلي ولابس هذاك نتاع لي كوزيني. وي مسيو وي سي دو كوسكوس فرونسي فيريتابل. كنت مصلي خويا واش راكم لاباس وجابك هذا؟ كان يسمح لي خويا، يسمح لي الخبزة. كل بلاد بقيت مينيموم جزائر. ما كانش بلاد اللي رحت ليها ما لقيتش فيها جزائر، وكلهم لاباس بهم. حنا كافارقه الكسكس فيه 500 نوع، اكثر اكله لقيتها موجوده في افريقيا. يعني في الكسكس موجوده في السنغال، موجوده في طبعا مالي، موريتانيا، نيجر، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر ما فيهاش، مروج، المغرب، الجزائر، مالطا. الحاجة تلقاها يعني في البلدان السامية هذه كاملة تلقى فيها حاجة، تلقاها في
كل هذا هو السفنج. سفنج سفنج كما الخفاف نقول كما الخفاف زي كما الخفاف السفنج ولا الخفاف و... والغريف هذا عيطوا له هنا في الجزائر البغرير. بغرير موجود في موجود هنا في إثيوبيا ياكلوه كي الخبز لكن مش معمول من القمح من حبوب أخرى. حبوب أخرى يعني أنا الحبوب تتطور على حساب الطقس لكن في أغلبية البلدان الربج. بعد الجزائر أول بلد مشيت له غانا في مؤتمر نوكس ناشونال يونيون أوغانيان ستودنت الاتحاد الوطني للطلاب الغانيين يقولوا ضغط الغانيين هي الغاني بعدين مشيت لدول أخرى ومن بعد مشيت لنيجيريا نيجيريا ثاني مثلت واحد المؤتمر نونس ناشونال يونيون نيجيريانز الاتحاد الوطني لطلبتي النيجيري ومعنا رحت المؤتمر في المؤتمر بانافريكي في نيروبي ورحت من الجزائر رحت باريس ورحت لهولندا ثم أخذت طائرة وصلتني البنغازي من البنغازي رحت القاهرة من القاهرة رحت لأديس أبيبا من أديس أبيبا رحت نيروبي ومن في نيروبي بعد ما كنا عينوني ككاتب عام للطلبة الإفريقيين ورحت تكسا عزمني مردين جودي كان في دار السلام عزمني دار السلام وفي دار السلام تقيت في الصالون تاعو تقيت مع سامورا ماتشل اللي هو أول رئيس جمهورية موزمبيق بعد استقلالها في 75 فهمتي؟ إحنا كنا في 74 هو انطلاق الثورة كانت الليلة هذه انطلاق الثورة في موزمبيق. جنوب أفريقيا وش كانت صور على نيلسون مانديلا والعلاقة مع الجزائر كيف كنت تسمع؟ لا مليح على كل حال تعرف لي الجزائر هي اللي دعمت الاي ان سي مش غير هي برك مش غير جنوب افريقيا دعمت موزمبيق دعمت انغولا دعمت غينيا بيساو كلمه غينيا من اجتهاج هي غينيا بيساو غينيا بيساو لان احنا في التقاليد نتاعنا نقولوا قناوه صحيح القناوه شنو هي القناوه ذاك اللي يلعبوا قرقبو هاي اللي قرب بالقرقابو هذاك من غينيا الاي ان سي تلاقيت مع مجموعه من مجموعات الاي ان سي الاي ان سي عرفتهم هنا في الجزائر عرفتهم في الجزائر الامبيرا لا فرنا كلهم يعني عرفت بي اي جي سي كلهم يعني بي جي سي هو اللي كان حاكم جزر كاب فير وقينيا بيساو بعد نفصلوا هذاك ثم انت عمي عبد الكريم ما رحتش هنا للصحراء اوكسيدونتال لي تروا بيي اللي ما رحت لهمش في لافريقيا الصحراء اوكسيدونتال والاريتري والثالثة جنوب السودان بعد ما قسم جمهورية جديدة من أغرب المقتنيات وكنوز مؤسسة بنب أحمد هذه الآلة والتي اسمها الطمطم إنها آلة استخدمها الإنسان الإفريقي الأول قديماً للتواصل طمطم المتكلم لأن كاين نظام به هذا يتكلم النظام هذا مثالا
نجي هذه الصوت الطويل لهنا الصوت القصير، وهذا هنا فاصلة بين كلمتين. مثال تقول با، تقول با، تقول با با، فاصلة بعد الكلمة. ومن يضرب مرتين هنا يعني نهاية الجملة، تروح من جملة إلى جملة أخرى، فهمنا؟ ولا من كلام إلى كلام آخر. هذا هو الـ الـ يعني البرنسيب نتاع المبدأ نتاع هذا نتاع هذا التنظيم، التنظيم اللغوي. كم عمرها؟ هذه 500-600 سنة. ولكن هو البداية يعني البداية عندها 15,000 سنة. 15,000 سنة، 15,000 سنة خرجوا من ثم. يمكن بعد 1000 سنة ولا 1500 سنة بدأوا بها وتطورت بالعقل، فهمني؟ واليوم بعد ما هذو الناس مشاو من غينيا، ومن بعد يعني وصلوا يعني مشاو لإفريقيا، جنوب إفريقيا كاملة من غينيا حتى الإفريقيا، حتى الجنوب، أقصى جنوب إفريقيا، وصلوا أقصى جنوب إفريقيا عندهم 500 سنة. أستاذ عبد الكريم، نحن نعرف بلي حضرتك درت محاضرة حول هذه، جاءوا ناس أشخاص، وش حكيت لهم؟ يعني نفس الفكرة؟ نفس الفكرة، هي نفس الفكرة، لكن أعطيت يعني كيفاه لقاو روحهم ثم، وكيفاه كانت الجو هذاك الوقت، وكيفاه يعني هي إن شاء الله نزيد ندير نفس محاضرة بصح شوي أطول في الصيف إن شاء الله. من هذا البلافون هذا بالفرنسي هو أقدم من الكسيلوفون. الكسيلوفون عملوه نسخة طبق الأصل منه هو. إيه منه هو. وهذا هنا هذا هو اللي كان الطمطم. منين دخل الإسلام القرن الثالث عشر، هي دخل العاشر واحد حداش ميلادي، أونزيام سيكل يعني ميلادي، دخل البندير ولو يستعملوا هذا مع البندير. لكن البندير منين تستعمل البندير يعطيك صوت واحد، يعطيك إما صوت طويل إما صوت قصير. نرك يعملوا بنادر، لكن الصوت القصير ما يعطيش صوته بعيد، باه يعطي صوته بعيد لازم أربعة أو خمسة، فهمني؟ رقاق. والصوت الطويل خشين، فهمني؟ يستعملوا بهذو باه يكون يعني اتصال، لأن هذا صعيب الخدمة نتاعو، لأن الوقت اللي بداو يخدموا هذا ما كانوش يعرفوا الحديد، كان غير بالحجر أو بخشب يكون يعني بلوجور، يعني يكون قاسي شوية، فهمت؟ باهي بيحفروه، لأن هذه يعني ما كانش فيه كل شيء يحفروه ويبقى وحده، يعني اون بياس اونيك. هذا تعطينا كيفاش يخدموا به؟ هذا يلعبوا به يعني موسيقى، شوف يشبه البومبو في اسيا. ايه هذا مش بومبو، هذا حطب. هذا حطب، وهذا اللي هنا قرع. هذا تحت دي قرع، هاك شوف تعطي نغمة أخرى. إيه.
الله يبارك. المؤسسة تحتوي على مركز للدراسة الإفريقية، يأمل الرجل منه أن يسهم في تطوير العلاقات البينية بين الجزائر ودول إفريقيا في شتى المجالات، خصوصاً الاستراتيجية والاقتصادية. عملنا مكتوب، عيطوا نوت دو كونسيبسيون، يعني مكتوب باه تبين ما هي الفكره عن افريكا اب كواليشن. افريكا اب كواليشن هذه البدايه هذه هي كواليشن، يعني تحالف، يعني تحكم الانتليجنس افريكان، الانتليكتوال افريكان يتحماو باه يطلعوا افريقيا. هذه انيشاتيف هذا رانا خدامين بها، وباه يعني البحث المشترك، فهمت؟ البحث المشترك يكون موش غير في ميدان الثقافي، يكون في ميدان الاقتصادي، في ميدان الهندسي، في أي ميدان. مكتبة تضم عناوين بأهم اللغات كالعربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية ولغات محلية إفريقية. توح للطلبة ولا يعني الباحثين فيه عدة مجلات وكتب ودراسات حول الجزائر ولا المغرب ولا الكاميرون ولا يعني عدة تسمى هذا شيء مركز، هو مكتبة أو سنتر دوكيمونتاسيون. إيه سنتر دوكيمونتاسيون، دوكيمونتاسيون يجي الإنسان اللي حبي يبحث على إفريقيا. إيه ولا اللي حبي يبحث على إفريقيا ولا المغرب ولا الجزائر ولا يلقى هذا يعني معلومات قديمة، من الستينات، سبعينات، ثمانينات، التسعينات، فهمتني؟ مثالا إذا نحكم كتاب من الكتب الأول هذا بلان دو ديفلوبمون ايكونوميكي سوسيال 1971-1977 رويوم دو ماروك، هذا التخطيط المغربي. يمكن أولادنا يحبوا يعرفوا تاريخ المغرب بلا ما يستعملوا اللي راهم يكتبوا درك، يعني يروحوا للأصيل. في القاعدة لهنا كاينه صورة خليناها من الإلوستراسيون لأن جريدة فرنسية قديمة، هي دخول فرنسا للجزائر، نحتلوا العاصمة الجزائر في 5 جويلية 1830، ومن بعد يعني استعمروا إفريقيا كاملة حتى المدغشقر. وشوف هذه الصورة هذه اللي خلينا في نفس المجلة أخرى لكن نفس المجلة الإلوستراسيون، هي ملكة مدغشقر، ملكة مدغشقر اللي كانت محبوسة هنا في بليدة، وكشافي بومدين بعث لهم السرير نتاعها 1969. وكان كتاب هذا نتاع فرانس فانون، يعني الشهيد فرانس فانون، وهذا كتاب مكتوب على
مجازر سطيف ديال الخراطه فوالا. هذه هي الفوق استقلنا وهذا وهذا اناشيدنا الوطني، وهذا فتح مكاتب يعني الحركات حركات التحرر، حركات التحرر هذه من انغولا، هذه بعثوا هذه بالبريد هذاك الوقت بلتان كايي فهمتني، شوف الرقم الثاني في 1923 هذه كارت بوستال، كارت بوستال احنا في الجزائر مخدومه بطريقه تقليديه هي ضد الابارتايد. هذا المخزن هذا لتحت تشوف كاين مواش يمثلوا الحرب التحريري، ولا هنا هذا الفلاش ثاني مثلوا المقاومه نتاع افريقيا ضد الاستعمار. ما كانش دولة اللي عندها اللي تلعب دور في التعاون الاقتصادي والمالي في العالم، اللي ما عندهاش يعني وكالة. بالعكس، ما كانش إذا دولة ما تكونش ما عندهاش تكون ما عندهاش يعني وكالة لتعاون الدولي الاقتصادي والمالي، ما تقدرش تلعب دور. وهذه يعني وسيلة مهمة، فهمتني، هي البداية انت، لأن إذا تدير التعاون الاقتصادي هو أولا في مصلحتك، ولو مصلحة المبادئ نتاعك، دائما في مصلحتك. مثالا نيجيريا عندها دور كبير في إفريقيا، واش دارت؟ عملت يعني صندوق نيجيريا، والصندوق هذاك يعني ولو بكمية صغيرة، يعني موش مال كبير، موش يعني صندوق يعني عنده، لكن يلعب دور، يعطي 100,000 دولار يسلف لهذا، و50,000 لهذا، ومليون يعني دولار لهذا، لكن هذاك فيه يعني ريفولفينغ، الناس يسلفهم ويرجعوا. ولهذا هما عملوا هذا الصندوق، داروه في إطار البنك الإفريقي باش يستغلوا يعني الـ الإدارة والسيستام نتاع البنك الإفريقي. احنا حبينا نشوفوا كيفاه نلقاو وسيله باه ندعموا الناس اللي يفكروا يعني في افريقيا. كاين ثلاث يعني كاتيجوري يعني انواع من الناس اللي يفكروا في افريقيا. كاين الناس يديروا البحث في اي ميدان،
كاينين اللي يديروا يعني مستشارين فهمني، اما في مكاتب اما وحدهم اما فهمتني. والفصل الثالث هما الإطارات في المؤسسات الخاصة ولا في مؤسسات يعني العمومية. عملنا هذا الفيديو كونفرنس واتفقنا على هذا المبادئ اللي نتكلم عليها، وهذوك الناس عملنا ديريكتوار، الناس هذوك عملنا ديريكتوار في 11 واحد منهم أربعة جزائريين. أنا اللي متريس، أنا اللي متريس هذا أفريك أبوكا كواليشن، وال يعني السكرتاريا الدائم يكون هنا في الجزائر عندنا احنا. يعني احنا يعني كما نقول لك يعني لعبنا دور به يكون هذا، ورانا نزيدوا نلعبوا دور. هنا كان عندنا صندوق البترول، عملنا صندوق البترول، صندوق العربي في إطار البنك الإفريقي. الصندوق هذاك عملنا فيه، كنا يعني نتمناو الدول العربية أخرى البترول اللي عندها البترول يعني جي معنا. لقينا وحدنا، سلفنا للدول الإفريقية، واحد ما رجعنا سلف بدون قررت يوم الأيام الجزائر بطلهم هذا راه ليكم عليش. يعني إذا تعمل صندوق كما هذا وتسلف به لازم الدراهم هذوك يرجعوا، فهمني، ولا تعملهم يعني كهدية، تكون يعني يكون شيء واضح. إذا دير هدية ما كان إلا الدول اللي ما عندهاش اللي فقيرة اللي تقدر تدي هذاك، لكن الدول الأخرى يعني ما تقدرش تدي من عندك. بصح لازم الواحد يفكر، لأن في بعض الأحيان كاينين دول يعني متوسطة اللي تقدر تدعمها بقرض يعني لأسباب سياسية ولا لأسباب أخرى. أنا أظن يعني الجزائر لازم تفكر مليح في هذا، في هذا كل شيء، لكن هذا هو الاتجاه المليح. تستمر مجهودات البروفيسور عبد الكريم بن باحمد مع المؤسسة الثقافية، وحتى وإن توقف الترحال مؤقتا إلا أن مهام أخرى تنتظر التجسيد في ربط الصلة استراتيجيا واقتصاديا بين دول القارة السمراء، وهو ما يجسد نظرة دولة على مستوى الاستشراف والدراسات المستقبلية، لأن مستقبل الجزائر في تطور إفريقيا والأفارقة.